تعرب وزاره الخارجيه عن ترحيب مملكه البحرين بتوصل اطراف المرحله الانتقاليه في جمهوريه السودان الشقيقه الى اتفاق سياسي شامل يرسخ مهام المرحله الانتقاليه المقبله ويعزز وحده الصف بين القوى والمكونات السياسيه مما سيسهم في ارساء دعائم الامن والاستقرار في السودان للحفاظ على المكتسبات السياسيه والاقتصاديه بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق للسلام والنماء والازدهار وتؤكد وزاره الخارجيه تضامن مملكه البحرين ودعمها الكامل لجمهوريه السودان لما من شانه تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والسلام والتنميه